ملف كركوك. هلال اخذها من عندي معلومه، خلال هذا الشهر ملف كركوك اذا ما انحل، حكومه محمد الشياع السوداني كحكومه عادل عبد المهدي مباشره، وحطيك معلومه جدا مهمه اذا تدول الموضوع، اخر حكومه شيعيه تستلم السلطه في العراق من وراء كركوك، معلومه من خلال قناتكم وليست تحبيب. انه اخر حكومه تستلم، اخر حكومه شيعيه، اخر حكومه شيعيه تستلم الحكومه رئاسه الوزراء او بالمستقبل اذا صار رئاسه جمهوريه، يعني اخر حكومه شيعيه تستلم من وراء كركوك، ملف كركوك اذا لم يحل بصوره سلميه وهادئه بين الاطراف. مجلس الامن اذا تدولت القضيه اخذها معلومه. ليش خليت قلت لك كمل الكلام اللي اريد اقوله؟ نعم. معلومات بعدين اعطيك المعلومه. نعم. معلومه مهمه واعيدها، اذا مجلس الامن دخل على الخط ودولت القضيه، اخر حكومه شيعيه تكون حكومه محمد الشياع السوداني. اولا تزاح الحكومه، ثانيا تجي بمكانها. انا ما اريد احكي بالطوائف واحكي بالكذا، ذاك الوقت هو القرار يكون قرار مجلس الامن، لان الموضوع حاد جدا حسب التقارير التي امامي. مجلس الامن حادين سنونهم على موضوع كركوك، هي القشه التي ستكسر ظهر البعران مو البعير الواحد، لان احنا ما عندنا بعير واحد. القشة التي سوف تكسر ظهور البعران كركوك. زين،